ما حكم قول بذمتي أو بذمتك؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الحلف بالذمة ولا بالأمانة، لا يجوز الحلف بغير الله مطلق. نعم. صلى الله عليكم. يقول في تتمة سؤاله: وهل الذمة صفة من صفات الله يجوز الحلف بها؟ ما قال وذمة الله، قال ذمتي، ذمة العبد الإنسان، ما يجوز هذا. نعم.